شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل ورفع العلم المصري عليها، وذلك ضمن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. ويأتي تدشين سفينة وادي الملوك التي تم ضمها لأسطول الشركة العام الجاري في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري قوي لنقل التجارة المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري والاستغلال الأمثل لموقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.